اهلا ومرحبا بمشاهدينا في كل مكان، وهذه الحلقه الجديده من برنامج استوديو الرياضه، تتابعونا في هذه الحلقه. فريق النفط يتاهل الى دور 16 من بطوله كاس زايد بعد تعادله المثير مع مضيفه الصفاقسي التونسي. مباريات الدور الممتاز لكره القدم تتواصل في جولتها الثالثه، وحامل اللقب يقف في الصداره. محمد طاهر عاشق القوس والسهم والرياض الذي لم تقف الإعاقة حائلا دون تحقيق طموحاته. أهلا بكم. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اعتماده مباريات البطولة الرباعية التي تنطلق في السعودية يوم الاثنين المقبل ضمن الأجندة الدولية للفيفا عن طريق موقع الفيفا الرسمي. واعتمد الفيفا مباريات البطولة التي ستقام من الثامن إلى السادس عشر من الشهر الحالي ضمن الأجندة الدولية له، ما سيعني احتساب نقاط الترتيب الشهري على أساسها، وهو ما يؤكد اعتماد مواجهة السعودية للبرازيل والعراق للأرجنتين. هذا وتنظم السعودية الدورة الرباعية الودية بمشاركة منتخبها الوطني ومنتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق. أسفرت نتائج الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز عن فوز نفط الوسط على النجف بهدفين لهدف، ونفط الجنوب على أربيل بهدفين لهدف أيضا، وتعادل الطلبة مع الحدود بهدف لكليهما. كما حقق الصناعات الكهربائية فوزا على ضيفه الديوانية بهدفين لهدف واحد في مباراة احتضنها ملعب التاجي. هذا وقد حقق فريق الزوراء فوزا صعبا على فريق أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب بغداد. تقرير كريم درويش. مع انطلاق الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز وبحضور جماهيري كبير، ضيف فريق أمانة بغداد فريق الزوراء في منافسة قوية اصطدم فيها فريق الزوراء بثبات مستوى فريق أمانة بغداد الذي قدم شوطا مميزا منع من خلاله لاعبي الزوراء من الوصول إلى غاية هز الشباك التي بقيت عصية على الطرفين برغم عديد الفرص التي أتيحت للاعبين، لينتهي الشوط من دون أهداف. فريق بغداد فريق جيد لا يستهان به، وخاصة على ملعبه، تعرف الملعب مو بذاك الوسع الكبير اللي قياسات خلينا نقول القانونية، بس الحمد لله وشكر احنا بالشوط الأول ما ظهر فريقنا بالمستوى اللائق. مو هذا فريق بغداد، يلعب فريق جماعي، فريق تكتيكي، نقدم واجبات الكابتن ثار أحمد، هذا هو تكتيك كابتن ثار أحمد، باص نقل للأمام. الاندفاع وحماس اللاعبين ارتفع أكثر مع انطلاق الشوط الثاني، ففريق الزوراء وبعد عدة محاولات تمكن من إحراز هدف التقدم بواسطة مهند عبد الرحيم. الهدف أعطى جرعة معنوية كبيرة للزوراء، لكنه في المقابل لم يحبط من معنويات فريق بغداد الذي بذل لاعبوه مجهودات كبيرة لحين حصولهم على ركلة جزاء نفذها بنجاح جاسم محمد، معلنا تعديل الكفة في هذه المنافسة التي لم تهدأ حتى دقائقها الأخيرة التي تمكن فيها الزورائيون من العودة بعد أن احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ترجمها بنجاح لاعب الزوراء علي عباس، معلنا فوز فريقه في هذه المباراة. فريق بغداد يعني عودنا دائما يكون في هذا المستوى، نيت قوي لكل الفرق، و يعني اعتقد بعد الهدف اللي سجلناه شويه يعني الفريق مستواه تراجع ورجعنا شويه للخلف. فريق بغداد استغل الفرصه وسجل هدف التعادل، لكن الحمد لله انا اعتقد يعني الخبره سالفت لنا انه نسجل هدف التقدم. كان بالامكان ان يقدمون مستوى ارقى وافضل للمباراه اللي لعبناها التجريبيه بمصر، لكن الظروف قاعد تجمعات، يعني اعتقد يعني ضربه الجزاء الاخيره اعتقد مو ضربه جزاء، احنا ان شاء الله وتوا الحكم يعني مع الاسف يعني راحت يعني جهود فريق كامله بضربه جزاء باخر دقائق. بشق الانفس فريق الزوراء يخطف ثلاث نقاط هامه بعد فوز صعب على امانه بغداد بهدفين لهدف. كريم درويش، الحره، بغداد. من جهته حصل فريق الحدود على نقطته الأولى في دوري كرة القدم بعد ثلاث جولات بتعادله مع الطلبة بهدف لهدف في مباراة زادت من حجم الضغوطات على الطلبة الغائب عن الفوز حتى الآن بنقطتين فقط. تقرير عدنان لفتة. نقطة واحدة يملكها الطلبة المتعثر
بعد جولتي الافتتاح في دوري كرة القدم، وهو يتعادل في أولهما مع الديوانية بهدف واحد، ويخسر في الثانية مع أربيل، والرهان قائم على لقاء الحدود الخاسر في مباراتين أمام الزوراء والنفط. البداية مخيبة للطلاب الذين وجدوا أنفسهم متأخرين بهدف شريف عبد الكاظم في الدقيقة 33، وهو ما أسعد لاعبي الحدود الراغبين بالخروج من نفق الهزائم المظلم. بداية موفقة إن شاء الله تكون لنا، تعرف لاعبين الشباب فريق الطلبة هذا الموسم يختلف عن المواسم السابقة، يضم لاعبين على مستوى عالي، شفت أدينا بشكل مميز، تقدمنا الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء. الطلبة استعاد نغماته في النصف الثاني بهدف التعادل للدولي مروان حسين من ضربة رأس في الدقيقة 52، ليمنح ذلك الفريق تدفقا معنويا في إمكان تحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري. الشوط الثاني احنا سوينا تبديل، بدينا بداية زينة وسجلنا هدف وهذا اللي صار، بس يعني اقول لك الفريق غير موفق، الفريق الطلبة شوي راجله بعد، يعني اللاعبين فاقدين الثقة بنفسهم، يرادوا يعيدون الثقة بنفسهم مرة اخرى. التعادل ظل عنوانا للقاء بعد فشل الفريقين في تحقيق الأرجحية اللازمة في الوقت المتبقي، ليرفع الطلبة رصيده الى نقطتين مقابل نقطة وحيدة لفريق الحدود في الموسم الحالي. مبروك انك لاعبين وهارد لك لفريق الطلبة، يمكن اليوم النتيجة ما كانت تلبى طموحهم وبنفس الوقت ما كانت تلبى طموحنا، ظهرنا مستوى جيد، ظهرت علينا اخطاء بالمباراة الفائتة صححناها اليوم الحمد لله، كان فريقنا متوازن، لعبنا بروح عالية، لعبنا بحماسة، لعبنا بغيرة واصرار وعزيمة على تحقيق نتيجة ايجابية ونتيجة كلش ممتازة. عدنان لفتة، الحرة، بغداد. وضمن جولة ذاتها في دوري الكرة، خسر السماوة بهدف واحد أمام الكرخ الذي أهدر لاعبه ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر المباراة. تقرير أحمد السعيد. لحساب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم، استضاف السماوة نادي الكرخ. الكرخ جاء طامحا بالظفر بثلاث نقاط لتعزيز موقعه في أعلى القائمة التي يحتل مركزها السادس، فيما يحاول السماوة مصالحة جمهوره عقب خسارة وتعادل، ففرض منذ البداية أسلوب الاستحواذ على الكرة ونجح حتى الدقيقة 10 التي أضاع فيها محترفه الإيراني محمديان فرصة محققة. بعدها تغير أداء الكرخ وفرض سيطرة نسبية على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل. واستمر الكرخ بأسلوبه الذي أنهى به الشوط الأول ضاغطا حتى فرض أداءه بصورة واضحة، ونجح لاعبه محمود خليل في الدقيقة 60 من تحقيق هدف المباراة الوحيد للكرخ عبر مجهود فردي. السماوة حاول تعديل النتيجة لكنه لم يستطع ذلك وسط تسرع لاعبيه، وفي الدقيقة 88 أهدر لاعب الكرخ علي سلمان ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز ثمين للكرخ على السماوة. فنيا كنا أفضل، وصلنا الهدف، يمكن لو مستغلين يعني فرصتين كان تتغير المباراة، لكن أضعنا فرص سهلة. ثلاث نقاط مهمة رغم أنه ما كان أكو قناع بالمستوى، نوعية أرضية الملعب وأسلوب الفريق الخصم ما خلانا نقدر نتحكم، حتى حجم الملعب أعتقد ما بيعرض. من السماوة أحمد السعيدي، الحرة. وبعيدا عن كرة القدم، حقق فريق قرقوش فوزا مهما على فريق المقدادية بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي احتضنتها القاعة المغلقة للألعاب في بغداد في انطلاق دور الدرجة الأولى للكرة الطائرة. تقرير كريم درويش. ممثل محافظة ديالى فريق المقدادية وممثل محافظة الموصل فريق قرقوش قصا شريط افتتاح دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز للكرة الطائرة. أجواء البطولة انطلقت بشكل حماسي من قبل الفرق المشاركة والتي تسعى للظفر وكسب جواز التأهل للعب في دوري الأضواء، إلا أن ثمة معوقات
تقف في طريق إنجاح مسيرة الفرق، أولها قلة التخصيصات المالية وعدم توفر قاعات نظامية للتمرين وإعداد اللاعبين. خامات موجودة، وأكبر دليل حصول منتخبنا على المركز الأول هذا أنه معناها أنه طائرة بخير، طائرة العراقية بخير، والاتحاد يسير بخطى صحيحة. لكن المطلوب من عندهم الوزارة أو اللجنة الأولمبية دعم الأندية اللي مشجعة ومحبة لهذه اللعبة، حتى نجيب لهم نكون قاعدة كبيرة تخدمنا للمستقبل، تخدم منتخبنا بصورة عامة. الطابع الذي تميزت به مباراة الافتتاح هو اشتراك لاعبي الفئات العمرية بدعوة من قبل اتحاد اللعبة لإدارات الأندية التي حثتها للاهتمام بهذه الأعمار لأجل اختيار نخب موهوبة تكون قادرة على تمثيل منتخبات الفئات العمرية، خاصة وإن اتحاد اللعبة وبعد ظفر المنتخب بلقب بطولة آسيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته يسعى للمحافظة على المكانة المتحققة. أول مباراتين اللي شفتها لقرقوش والمقدادية أغلب لاعبين هم من الفئات العمرية الآن اللي يلعبون، وفرضنا لاعب 2002 بالملعب أنه يكون إلزامي، وأيضا فرضنا بالموسم القادم مواليد 2002 إجباري يكون بالملعب، هذا تدري يعطي دعم وحافز لهذه المستويات ولهؤلاء اللاعبين في سبيل المشاركات الخارجية. احنا لاعبين تعرف لاعبين حقلة مواليد 90 فما فوق، احنا كنا لاعبين اللاعبين الباقية كلهم لاعبين شباب. فريق قرقوش وبعد جهد كبير من قبل لاعبيه تمكن من حسم اللقاء لصالحه بثلاثة أشواط مقابل شوطين. مدرب الفريق بيّن أن صعوبة كبيرة تواجه فريقهم بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة في فترة سيطرة داعش عليها، فضلا عن هجرة أغلب لاعبي النادي للدول الأوروبية. وبعد الظروف اللي مرت بها محافظتنا، ويعني ما عندنا إمكانية أنه نطلع معسكرات خارج المحافظة ونتمرن بقاعات مغلقة أو نأجر قاعات مغلقة، علما أنه بعض لاعبين أكثر من 9 لاعبين طلعوا خارج العراق. كريم درويش، الحرة، بغداد. يمر بطل العراق برياضة القوس والسهم السابق محمد طاهر الذي حصد المركز الأول برياضة القوس والسهم لخمس سنوات متتالية، يمر بظروف صحية صعبة بعد أن شلت قدمه مما أثر على وضعه الاقتصادي وهو المعيل لعائلته. أوساط رياضية دعت المؤسسات الرياضية في مساعدة محمد طاهر الذي طالما رفع اسم العراق في المحافل الدولية. من الموصل تقرير هيثم محمد. يتذكر محمد البطولات التي حصل عليها عندما مثل العراق في رياضة القوس والسهم وماراثون السلام الدولي للمعاقين، ولم يكن يعلم أن يوما ما ستشل قدماه ويتنقل بواسطة هذه العربة التي تجرها يداه بعد إصابته بحقنة طبية خاطئة لينتهي به المطاف بهذا الحال. لمدة 5 سنين ألعب رياضة القوس والسهم، أمارس رياضة القوس والسهم يعني، وكل تباقي الفترات أنا الأول على العراق، مقدمته إنجازات يعني حيل قوية حيل كويسة. سبحان الله لحد ما أنه صار انهيار الموصل فتوقفت الرياضة مالتنا وظلينا قاعدين على هذا. بسنة 2017 قامت مدينة الموصل بمهرجان ماراثون نينوى للسلام، والحمد لله بفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى حصلت على المركز الأول. 5 سنوات يحصد محمد المراكز الأولى في رياضة القوس والسهم في البلاد، والمشاركة في الماراثونات الرياضية لم تسعف رياضة المعاقين في تحدي الصعاب، إذ يواجه اليوم ضغطا نفسيا لوضعه الاقتصادي المتعب الذي تمر به عائلته، رغم طرقه أبواب الجهات المعنية لكن دون جدوى. رغم كل هذا الشيء اللي قدمتونه واللي عملتونه من رياضة أو عمل، مع الأسف يعني أعاني معاناة بشكل صعبة وما أعرف يعني شلون أتصرف أو ويس ألجأ أو إيش أعمل. المفروض يعني نحن نأخذ فرصتنا هنا بهذا البلد، يعني إحنا ببلد ما شاء الله عليه بخير وخيرات ونعيم. أوساط رياضية دعت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والمؤسسات المعنية إلى أخذ دورها الحقيقي في إسعاف طاقاتها الرياضية الموصلية التي تشكو الحرمان. جانب الرياضي بالعراق ماكو اي اهتمام له، تحديدا بمدينه الموصل اكو لواعيب واكو رياضيين قدموا بطولات وشاركوا بانديه لهم تضحيات لهذا البلد، رسموا البسمه على وجوه الشعب العراقي، ولكن اليوم ماكو اي احتضان ماكو اي اهتمام لهم.
لم تشفع لهذا الرجل جميع جوائزه التي حصدها في مشواره الرياضي بالحصول على حقوقه رغم محاولاته بإعادة إحياء رياضة القوس والسهم والتي بقت مغيبة عن الساحة الرياضية نتيجة الظروف التي تواجهها، لتبقى أمنيته الوحيدة بأن تتلقى شريحة الرياضيين في الموصل حقوقا كاملة. لبرنامج الأسبوع الرياضي هيثم أحمد، الحرة. برغم غياب الاهتمام بالمنتخب الوطني لتنس الطاولة وكادره التدريبي، يواصل المنتخب تدريباته في قاعة متواضعة في مدينة الناصرية أملا بالوصول إلى محطة الأولمبياد لتمثيل العراق في هذا المحفل الدولي الكبير. التفاصيل في تقرير أحمد أسعد. في هذه القاعة المتواضعة يقضي المنتخب الوطني للطاولة بكل فئاته العمرية تدريباته في المدرسة التخصصية بالناصرية. ورغم غياب الدعم المادي عن هذا المنتخب، إلا أن سجله كان حافلا بالإنجازات على المستوى الدولي والقاري والعربي، آخرها كان في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الأردن وتأهله للمشاركة في بطولة آسيا، فضلا عن البطولة العربية في القاهرة وحصوله على 7 أوسمة. في أحد آخر بطولة 84 ميدالية على مستوى العرب وعلى مستوى العالم وبطولات غرب آسيا وبطولات المنتخبات المدرسية. 84 نتائج كبيرة، إنجاز كبير، ولكن أي دعم من الحكومة المحلية مادي ما موجود، ورحنا اشتركنا في البطولة تذاكر السفر ونقلنا وكل مصاريفنا حتى تجهيزاتنا مضاربنا وكرات كلها على حسابنا الخاص. قدرنا نرفع العلم العراقي، قدرنا نعزف النشيد الوطني في المحفل العربي، محفل عربي مهم في القاهرة، ولله الحمد حصلنا على 7 أوسمة وهذا إنجاز كبير. ويضم الفريق لاعبين ولاعبات حققوا إنجازات مهمة في مشاركاتهم الأخيرة، ورغم تلك المعوقات وانعدام الرعاية إلا أنهم يواظبون على الوحدات التدريبية في صورة مستمرة. حصلت على الإنجاز في بطولة غرب آسيا، حصلت على أول في ميدالية ذهبية، وحصلت على ثاني في ميدالية فضية، حصلت على ميدالية ثالثة في برونزية، وحصلت بعد رجوعي من الأردن الدولية في بطولة الحلة حصلت على الميدالية الذهبية. وبرغم غياب الاهتمام بهذا الفريق، إلا أن لاعبيه وكادره التدريبي يتطلعون لتحقيق الإنجازات والوصول إلى محطة الأولمبياد المقبل لتمثيل العراق في هذا المحفل الدولي المهم. حصلت على المركز الثاني في بطولة كأس العرب عام 2015، وأيضا في بطولة دولية أيضا في الأردن بنفس الوقت. نطمح أنه نوصل الأولمبياد واستعداداتنا إن شاء الله مثل ما تشوفنا استعداداتنا. رغم كل الظروف المحيطة به، يبقى منتخب الطاولة بلاعبيه وكادره التدريبي صورة للإصرار على تحقيق المنجزات، وبلسان حالي يقول: دعم معدوم وإنجازات كبيرة. من الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة. مشوارنا مستمر معكم في استوديو الرياضة، فاصل ونعود لتكملة المشوار، ابقوا معنا. أهلا بكم مجزء ثاني من هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. عاد إلى بغداد اليوم وفد فريق النفط الكروي الذي تأهل إلى دور 16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بعد تعادله المثير بهدفين لهدفين مع مضيفه الصفاقسي التونسي في المباراة التي جرت بينهما يوم أمس الأول على ملعب الطيب المهيري بمدينة الصفاقس في إياب الدور الأول من البطولة. هذا وأشادت أوساط البطولة بتأهل النفط
الذي نجح في تحويل تأخره بهدف إلى تعادل، ومن ثم التقدم بهدفين مقابل هدف قبل أن يحقق الصفاقس التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وهو ما لم يشفع له بالتأهل بعدما كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لهدف في ملعب أربيل. هذا وستقام قرعة دور 16 في الرياض يوم السبت المقبل. والحديث عن هذا الموضوع وهذا التأهل ينضم إلينا من بغداد مدرب فريق النفط الكابتن حسن أحمد. أهلا ومرحبا كابتن، وألف مبروك هذا التأهل والمستوى الرائع اللي قدمه فريق النفط بقيادتك برغم خوض المباراة خارج أرضه وبعيد عن الجماهير العراقية. شفت فرحتكم من أطلق الحكم المغربي صافرة ختام المباراة، شلون توصف كابتن حسن ما حدث أمام الصفاقسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أرحب بك أستاذ ومشاهدي قناة الحرة العراق. أكيد يعني هي بلا شكل الجميع يعرف فريق الصفاقسي فريق عريق، فريق بطولات، فريق يلقب بيوفانتوس العرب، فريق يمتلك بطولات بالبطولات العربية وبطولات أفريقية وبالدوري التونسي. فأكيد فريق غير سهل، وخصوصا يعني من يلعب بأرضه، يعني لحد الآن يمكن هاي يقولون 7 سنين أنه هذا الفريق ما خسران على أرضه، يعني عنده قاعدة جماهيرية كبيرة. فالحمد لله احنا يمكن الإدارة الحكيمة، الإدارة المحترفة بقيادة يعني الأستاذ معتصم رئيس النادي الأستاذ أبو شوقي، خرجنا من بغداد قبل 5 أيام من المباراة في سبيل إعداد الفريق بشكل جيد، لأن هي هاي المباراة فاصلة راح تكون، أما أن تبقى بالبطولة أما أن تغادر. نعم. فالحمد لله يمكن من خلال هاي 5 أيام قدرنا نعد الفريق يعني بشكل صحيح، بشكل نفسي معنوي، إضافة إلى الجوانب الفنية الجوانب التكتيكية قدرنا يعني عندنا حصص كاملة أنه اللاعبين تحت إيدنا نقدر أنه نتعامل وياهم بشكل صحيح ونهيهم للمباراة بشكل صحيح. فالحمد لله يعني إحنا يعني كان لنا ثقة، وخصوصا امتدت ثقتنا من خلال الجماهير، من خلال الإعلام العراقي اللي حضرتك واحد من يعني شجع ودعم الفريق بالبوستات الإعلامية. نعم اكيد، فهاي الروح الوطنيه يعني خلتنا امام مسؤوليه كبيره انه انت ممثل للبلد، ممثل نادي النفط، فاكيد يعني امام هذا تدي انت نوبات الحافز الكبير يكون مردوده عكسي. احنا عملنا توازن بالجانب الاعلامي، يعني مرات نعطيهم جوانب اعلاميه وتشجيعيه، ومرات انه نخرجهم عن هذا الموضوع. فالحمد لله انت تعرف فريقنا لاعبين شباب ما يمتلكون الخبره، بدون محترفين، بدون قاعده جماهيريه، وراح نذهب الى فريق عنيد يعني على ارضه. فالحمد لله يمكن من خلال الاعداد للمباراه النظري، الاعداد الذهني، اضافه الى الواجبات، يعني صدقني استاذ حسام انا كنت قبل 5 أيام اركز على الجانب التكتيكي، يعني انا قاري الفريق التونسي ومفاتيح لعبهم ومكامن ضعفهم، والحمد لله يمكن كان عندي الماكيت انا حامله بالملعب، واي خطا انا ممكن اشخصه واعلم اللاعبين على تطبيقه بشكل صحيح. فالحمد لله يعني احنا يمكن خلال المؤتمر الصحفي استاذ حسام، نعم، يمكن بعد المباراه سالوني بعض الاعلاميين التوانسه قال لي انت كنت واثق من التاهل، وهذا ما شاهدناه من خلال التصريحات اللي كنا يعني نطالبك بيها، وكنت واثق من فريقك وتطبيق الواجبات ومن التاهل. وبعض الصحفيين ارادوا استفزازي من خلال يعني بعض التصاريح، مثل البعض الطرق انه انت راح تلعب امام فريق عنيد، فريق يمتلك قاعده جماهير، امام هذا الجمهور فريق شبان، كيف راح تتعاملون؟ ممكن تاخذ يعني يحصلون على نتيجه قاسيه بحق الفريق. قلت له احنا الحمد لله العراقي بطبعه ورياضي، كل ما زيد الصعاب راح ينتفض ويمكن يقدم شيء يمكن ما متوقع من عنده، وهذا ما حصل بالملعب يعني. فالحمد لله يمكن محمد داود كان معي بالمؤتمر جاوب، قال له احنا انتم ايش قد الملعب مالتكم؟ قال له 10,000 متفرج، قال له احنا نلعب ضد الزراوي ضد الجويه 50,000 متفرج. صحيح. يعني شوف انت لاعب صغير كيف يعني تعامل بشكل صحيح مع الصحافه بذكاء. فالحمد لله يعني من خلال هذا احنا قدرنا يعني نتعامل من مباراة، وتشاهدتها يعني انت كنت لاعب وكنت من اللاعبين المميزين، لكن يعني انت شاهدت انه كانت المباراة تدار تكتيكيا وليس عشوائيا مثل
أنا حضرتهم للاعبين وقلت لهم ممكن حمة البداية تظهر عندكم خلال 10 دقائق الأولى من خلال ضغط الجماهير اللي حفز الفريق التونسي، من خلال رهبة الفريق وما يمتلكه من أدوات ومن مفاتيح لعب يعني ومن لاعبين جانب. فالحمد لله يعني قلت لهم إذا يجي جول علينا خلال 10 دقائق الأولى هذا طبيعي، فأنتوا لازم تعرفون شلون تتعاملون ويا المباراة. 10 دقائق حتى إذا سجلوا علينا إحنا ما نفرط بالواجبات التكتيكية الدفاعية، يعني ما ننفتح بدون يعني بدون تركيز على الواجبات اللي أنا أعطيتكم إياها، وممكن نتلقى هدف ثاني ونطلع من المباراة. أنت 1-0 ممكن نرجع بأي لحظة، وممكن إحنا راح يكون عامل ضغط نفسي على الفريق التونسي، وهو هذا ما حصل. يعني هم من سجلوا هدف من ركلة جزاء أنا كنت يعني بالملعب شاك بيها، لكن هو نوع من التهور بس ما كان يعني اللاعب أنه قاصد أنه يضرب أو اللاعب. فالحمد لله قدرنا نتعامل ونمتص يعني خوف اللاعبين ودخولهم مرة ثانية للمباراة. نعم. الحمد لله يعني الحمد لله من خرجنا إلى فترة الاستراحة قلت لهم اللي راح يصير أنه إحنا راح تلعبون بنفس الواجبات، لكن راح نضيف بعض الواجبات الهجومية، نعتمد على هجمات الكونتر اتاك السريعة من خلال والحالات الثابتة اللي احنا امتازينا في أربية، سجلنا هدف من حالة ثابتة. طيب. والحمد لله قدرنا نرجع للمباراة ونتعادل وبعدين نحصل وهذا هو هذا هو اللي خلى المباراة تبدو وكأنها مباراة نهائي وليست مباراة في دور الدور الأول مرحلة الإيابة وغيرها. خلي نروح الفاصل الكابتن حسن وبعدها نكمل مشوارنا وياك. إذن أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لتكملة المشوار، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد والجزء الثالث من هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. من جديد أرحب بضيفي في هذه الحلقة الكابتن حسن أحمد مدرب فريق النفط الذي تأهل بجدارة واستحقاق إلى دور 16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال. كابتن حسن، اليوم كان من المفترض أيضا الزميل أياد الصالحي رئيس القسم الرياضي في صحيفة المدى يكون ويانا، بس باللحظات الأخيرة اعتذر بسبب الحالة الصحية الحرجة لوالده، إن شاء الله ندعو له بالشفاء والصحة والسلام إن شاء الله. وهو أيضا بارك لك فوز أو تأهل الفريق إلى دور 16، هذا الفوز اللي بصراحة نعتبره فوز، إحنا هو يعني أطرب الجمهور العراقي. نعم. الكل أكدت أنه النفط يستحق هذا التأهل، والكل أكد صواب التكتيك الذي لعب به الكابتن حسن أحمد. يعني هل كان اللاعبين أنت محاضرتك وياهم مثل ما تفضلت يعني حسين ده يلعبون مباراة نهائية وليست مباراة تصفيات؟ هي أستاذ حسام أنت تعرف يعني هو خروج المغلوب، يعني إحنا من نخطط المباراة، يعني مباراة أربيل إحنا كان وضعنا جيد، ويعني أنا كنت أوصي أنه ما نتلقى هدف، لكن سبحان الله وتعالى أنه قدروا يسجلون من حالة ركلة جزاء بالدقيقة 90. إحنا الحمد لله قلت وضيعنا قبلها فرصتين يعني ممكن أنه أروح إحنا 3-0 للمباراة حتى تكون يعني المباراة تتسهل علينا، لكن صدقنا أنا بالمحاضرة قلت لهم يمكن الله سبحانه وتعالى يريد يختبر إرادتكم أنتم كعراقيين وممثلين للبلد، هل أنتم تستحقون؟ الآن زاد الصعوبات، لأن أنت لازم إذا تتعادل 0-0 الفريق التونسي يتأهل، إذا 1-1 تروح إلى ركلات الجزاء، 2-2 ممكن أنت تتأهل، فهي مباراة معقدة وبها عدة احتمالات. فالحمد لله احنا لعبنا على احتمال وحققنا هذا الاحتمال. يعني انت لو شاهد انا قلت لهم ثاني شوط ممكن باي لحظه احنا نسجل هدف، من نسجل هدف
راح الفريق التونسي يندفع اندفاع غير منظم وممكن يترك مساحات نقدر نستغلها، وهذا ما حصل. يعني قدرنا نستغل محمد داود بكرة عرضية من مازن فياض وسجلنا الهدف الثاني. هذا ما زاد صعوبة على الفريق التونسي اللي بدأ يسرع بعملية التسجيل. انت شاهدت يعني حصلوا على عدة تصويبات من داخل وخارج منطقة الجزاء، لكن فقدان التركيز يمكن هو هذا اللي احنا وصلناهم إلى وفرضنا عليهم انه يضيعون الفرص. وحتى الفرص اللي ضاعت لهم يعني كانت هي كرات مشتركة بين المدافعين وبين المنافس. فالحمد لله احنا نجحنا بهذا الشيء. ويمكن احنا انت يمكن احدى البوستات قلت الحكم المباراه لو بيده انه يزيد بعد يعني زيد سبع دقائق يعني هو اذا ما خفت يعني من هذا كان ما خفت من وقت الضايع كابتن حسن؟ ما حسيت انه راح تضيع هاي الفرصه؟ لا استاذ حسام انا توقعت يعني الحكم قام يوصلهم يعني قام يوصلهم فاولات قام يوصلهم يعني بعض الحالات والحمد لله، لكن لاعبين كانوا يستوعبون الحاله اللي صار استاذ. يعني انت هو زي السبع دقائق وانتهت السبع دقائق وزي بالدقيقه أربعة ظل صافن ظل صافن رادهم بس يقولون هي جت من يمه نعم راد هو حس انه بحرج كبير يعني رادهم بس يقولون واني شنو استاذ حسام يعني بالرجوع احنا بالمطار سبحان الله يعني الحكام كانوا موجودين معنا اللي يسافرون لمراكش هم من المغرب العربي فقلت للمراقب خذ قلت له يعني هاي الحاله غريبه ثمان دقائق سبع دقائق انتهت وثمانيه قال لي هو الحكم عنده بالقانون حسن التصرف فشاف الفريق الجماهير ضغطت على الحكم وضغطت على الفريق التونسي قام يرمون بالقناني فقام راد بس يوصلها المباراه للتعادل حتى يرضيهم قلت له زين واحنا حقنا احنا فايزين يعني انت حسن التصرف مطلوب على حساب الفريق العراقي نعم على حساب المنافس اللي هو يعني جاء جاء اجاد وحقق كابتن يعني حسن يمكن الكل كان حاسب حسابك نعم. ويا ما راح تلتقون دور 16 لو يعني انتم مستعدين لاي فريق يجي استاذ احنا الحمد لله يمكن تشاهدت المعلق المصري اشاد ابطال النهرين بلد النهرين أشاد بالعراق بتاريخ العراق الشرطة العراقي رشيد العراقي الحمد لله قال يمكن هاي أمتع مباراة بالبطولة العربية وفريق النفط أظهر فريق من أفضل الفرق الموجودة رغم يعني لاعبين شبان لكن يلعبون بتكتيك ويعرفون ماذا متطلبات المباراة فالحمد لله احنا أي فريق يجي ما عندنا شيء نخسره سا حسام احنا أول مشاركة بدون خبرة لكن احنا من نلعب احنا نلعب وخلفنا 20 مليون عراقي يشجع الفريق. كابتن حسن الملاحظة حلوة اللي قالها اللاعب المبدع محمد داود أنه فعلا النفط دائما يلعب أمام الفرق الجماهيرية الزوراء القوة الجوية الطلبة الشرطة الملعب مليان هاي الحالة ولدت نوع من التحدي عند اللاعبين لاعبيك بالفريق لأكثر من موسم وإحنا بالمناسبة أيضا نشوف الخط البياني لفريق النفط ظل محافظ ويصاعد وكنتم من المتنافسين على المراكز الأولى خلال المواسم الثلاثة. أستاذ حسام أكيد هذا يعني من خلال يعني إعطاء اللاعبين جرعات معنوية إضافة للإعداد الذهني أنه أنت تلعب من تلعب خارج أرضك يعني ماذا تقدم داخل أرضك إحنا تعلمنا حافز أنه يكون من نلعب ويا فرق جماهيرية يكون الحافز يعني مضاعف بالنسبة للاعبين وتدي اللاعبين عندهم طموح يبرزون إمكاناتهم من خلال هاي المباريات اللي تكون بها تفاعل جماهيري إضافة إلى يعني تواجد إعلامي كبير فالحمد لله يمكن هذا أنطانا الثقة لكن أنت شاهد أستاذ صدقني يعني احنا ما رحنا انه نخرج من البطوله او تحصيل حاصل كان عندنا كل الثقه بلاعبينا يعني لاعبينا انا اقول لك نفذوا الواجبات الفرديه والجماعيه اصبحت كره القدم واجبات صحيح. الحمد لله احنا من ضمن الواجبات انه نفذوها بشكل صحيح وبعد يعني من خلال انت استاذ حسام يعني اللاعب يمر يعني بحمة البدايه ويسموه التعب الكاذب هذا يزول خلال لكن هذا يتبع الاعداد النفسي والمعنوي بالنسبه للتهيئه النفسيه للمباراه نعم. هذا كله احنا عملناه الحمد لله الان احنا السبت راح تجي سحبه راح يروح الاخ كابتن مشتاق كاظم مدير نعم. الفريق اضافه للاستاذ فلاح خشان عضو هيئه الاداريه راح يحضرون المؤتمر وممكن نلعب ويا الهلال السعودي او الهلال يعني الزمالك المصري يعني احنا المرحله كعراقيين نلعب
راح تكون اصعب. الان احنا ضمن 16 فريق، افضل 16 فريق بالعرب ان شاء الله. صحيح صحيح. انا بس ردت اسالك على الاب الروحي لفريق النفط ابو شوقي، بالمناسبه انت تتمنى يكون وياك، بس انت يعني مشكور لبيت دعوتنا وانتم تعبانين ومن حقكم ترتاحون، وجيت يعني برغم كل الظروف لحكم العلاقه اللي تربطنا وحكم يعني هذا الانجاز يستحق انه ان يسلط الضوء عليه. ما اردنا نتعب ابو شوقي، سوى ابو شوقي من صوافر الحكم، بس اريد اعرف هو كل مره يهوس، سوى هالمره تقريب عليه. استاذ والله العظيم اذا اقول لك يعني احنا فوق بال يعني انا بالمحاضره قلت لهم انتم باعوا، انتم ابو شوقي الاب الروحي للفريق، انتم بس زيد الضغوطات والهاي بس باعوا على الاستاذ ابو شوقي، انت راح ترتاح نفسيا لان هذا رجل قدم للفريق الشيء الكبير، انت معنا وياه تابع الفريق، صدقني كل التمارين ابو شوقي يحضرها، يعني اذا كانت تمارين بغداد او التمارين هناك كلها يحضرها ويكون داعم للفريق. فابو شوقي خطيه من نزل ما تمالك نفسه، بدا الدموع يعني هو وكابتن مشتاق واحد يحضن الثاني، اضافه الى الاستاذ فلاح خشان، الفريق كله يبكي بالمنزع، الفريق التونسي يعني شاهد يعني هذا المنظر يعني اندهش من خلال حتى عضو الاتحاد التونسي اجى قال لي كابتن لا يحتفلون هنا اليوم ممكن يستفزون الجمهور، قلت له احتفال طبيعي يعني هاي انطباعات طبيعيه انا اعتبرها يعني فرحتهم. وانا انا واثق كابتن حسن، انا واثق انت بقيت بنادي النفط لموسم ثالث، انا اقول بسبب ابو شوقي، يعني محبتك له والرجل هو تاثيره قوي، وانت كنت ناوي تروح بغير جهه مثل ما عرفت يعني. نعم صحيح والله، بس احنا شنو استاذ تدي مو قليل انه تترك فريق صار لك 4 سنين وضعت بصمه بهذا الفريق، اضافه الى النواحي الاجتماعيه اللي تربطنا، صدقني احنا بعد المباراه يمكن نسواننا اطفالنا اخواننا خواتنا كلهم يبكون، يعني صحيح. كل الفريق صحيح. يعني يدزون صور يبكون، الجهال يبكون. هو الجميل كابتن حسن اللطيف بالصوره انه انتم اعدتوا الفرحه الفرق العراقيه من تتاهل، من كان منتخب الشباب يفوز باسيا او المنتخب الوطني بالمباريات الحاسمه، انتم لعبتوا مباراه حاسمه وبالمباريات الحاسمه يبين معدن اللاعب العراقي. خلينا نروح الفاصل هو اي وبعدين بعدين نكمل مشوارنا. نعم كابتن، اذن اعزائي المشاهدين فاصل ونعود، ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد والجزء الرابع والاخير من هذه الحلقه من برنامج استوديو الرياضه، ومره اخرى ارحب بضيفي في هذه الحلقه الكابتن المبدع حسن احمد مدرب فريق النفط الذي تاهل الى دور 16 في بطوله كاس زايد للانديه العربيه لكره القدم. كابتن حسن نسولف على الدوري، شلون شفت انطلاقات الدوري في هذا الموسم؟ هل يختلف؟ حسيت انه في نوع من الاختلاف عن المواسم السابقه لو نفس الشيء؟ والله استاذ حسام قبل ما اجاوبك على هذا الشق، يعني احنا المدرب الهولندي كول قال يعني قبل المباراه يعني ضمن المؤتمر بعد المباراه قال انا وصيت لاعبيني بعدم يعني التفريط بالمباراه، لان انتم تلعبون امام خصم يعني يلعب كره قدم جميله، اضافه الى الروح المعنويه اللي يمتلكها، اضافه الى الحالات الثابته. الحمد لله يعني احنا نجحنا. مهدي علي كان يحلل في احدى القنوات، مهدي علي الاماراتي، قال انا شاهدت يعني اجسام الفريق العراقي صغيره، لا والتوانسه كانوا هو بالجانب البدني يمتازون، لكن من الشاهد عمليه الاحتكاك او عمليه المجابهه اللاعب العراقي ينتصر، وهذا شيء غريب بكره القدم، يعني اللاعب الاضعف هو اللي، فاللاعب العراقي عنده روح التحدي وعنده الحماسه وعنده الدافعيه بتقديم. اما بالنسبه لسؤالك يعني اكيد الدوري العراقي هذا السنه راح يشهد يعني نقول مستويات كبيره للفرق اللي كانت ضعيفه، نقول بالمستوى الضعيف او مستوى المتوسط. يعني انت شاهد الان الفرق كلها حضرت بشكل صحيح، استقطبت لاعبين،
الفرق انا اشوف الفرق بالمقدمه عامل الضعف بدا عليها، يعني مو مثل السنين المضت. يعني العام احنا نافسنا 4 فرق على بطوله الدوري، والخامس كان بعيد عنا 27 نقطه. الان راح نشاهد دوري متقارب بالنقاط، وراح نشاهد فرق راح تتسلق من الفرق الوسط راح تكون بالمقدمه، وهذا شيء جميل انه يتنافس على الدوري اكثر من فريق. لكن السلبيات بهذا الدوري انه انت دا تلعب بدرجه حراره 40-45 بوقت ب3:30. انا شاهد يعني هذا اللاعب ما يقدر ينطيك مستوى بهذا الوقت. انت شاهد الشوط الاول يبدي ضعيف المستوى، الشوط الثاني يبدي يتحسن من خلال تفاعل اللاعبين وقدرتهم على الجري وقدرتهم على يعني ابذال جهد مضاعف في سبيل تحقيق نتيجه ايجابيه. فانا اقول يعني الدوري العراقي هذا السنه راح يشهد تنافس بين جميع الفرق، وما تعرف من الفريق اللي راح يكون بالمؤخره والفريق اللي راح يكون بالمقدمه. احنا خلينا خبر عن يعني وجودك بالبرنامج على الفيسبوك، والعديد يبعثون لك بالتحيات، ويعني هم متابعين ايضا لهذه الحلقه. مصطفى حامد، صلاح زوير، سلام العقابي العراقي، انا رحيم حلو الزبيدي، وليد العلقاوي، المدرب محمد جميل ايضا يسلم عليك، علي متنقضات، ليث قنديل، امير الكعبي، احسان علي، مصطفى جبار، ابو مرتضى السعدي، ايضا علي كاظم، حسين علي السعدي، اسامه السطم المعموري، واحمد علي، يسلمون عليك ويشيدون بهذا الفوز والانجاز اللي حققه فريق النفط الجميع. وعلي عباس يقول اريد منكم التقرير حول الرياضه النسويه. ما ادري شنو الربط، احنا نحكي على فريق النفط. المهم ان شاء الله يعني خلق هذا الفوز حاله من التفاعل بصراحه بالوسط الرياضي وبالوسط الكروي. شلون ممكن تستثمرون ايضا هذا ما حققته يعني حتى الان نقول في هذه البطوله؟ هل تعتقد انه راح ينعكس ايجابيا ايضا بالدوري؟ استاذ انت تعرف يعني احنا نشكر الاخوان اللي علقوا، مش نشكر اي واحد يعني ما بخل علينا بكلمه يعني شجع بها اللاعبين وقدم وطنيته للفريق. انا اعتقد يعني من خلال الصحف العراقي، من خلال الاعلام العراقي، كلهم اشادوا انه ما اجى فريق خلال من 2007 لحد الان لعب بهذا المستوى وهاي الدافعيه اللي كانت والروح المعنويه اللي كانت عند الفريق النفط. نعم. فالحمد لله هذا يزيدنا فخر ويزيدنا دافعيه اكثر في تقديم مستوى ويكون يخلينا امام مسؤوليه كبيره. اما بالنسبه يعني للدوري العراقي اكيد هذا راح يكون مرات يولد جانب سلبي، يعني انت راح تعرف كل الفرق راح تيجي تلعب النفط يعني بحماسه طبعاً. في سبيل هو هذا سبب سؤالي، راح يعاملوكم غير معامله يعني راح حسابكم يختلف، راح يتعاملون غير. احنا دنعاني صحيح استاذ حسام، يعني احنا هاي دنعانيها خلال موسمين، يعني قام الفرق تيجي تلعب ويا النفط تلعب بشكل قوي وبشكل يعني ما كان سابقا يلعبون بهالاداء، ويستخدمون اساليب الدفاع المحكمه في سبيل يعني عدم تسجيلنا للاهداف. فانا اقول لك يعني ممكن يصير حاله ايجابيه معنويه بالنسبه للاعبين، وهذا يبقى على دور المدربين كيف يرجعون اللاعبين الى حالتهم الطبيعيه. يعني انا من بكره اول وحده تدريبيه عندي اتفقنا احنا ككادر تدريبي، قلت لهم ينسون بعد مباراه الصفاقس، الان احنا نركز على الدوري، لان عندنا يوم السبت مباراه مع امانه بغداد. نعم. وحتى لنظل عايشين بامال امان المباراه، الان عندنا احنا دوري، والدوري مهم بالنسبه لنا حتى نحقق نتيجه ايجابيه. شنو طموح حسن احمد كمدرب؟ والله طموح حسن احمد يمكن استاذ الحمد لله، يمكن انا قبل من خلال الاعلام ناشد انه ينطوني حقي بالمنتخبات، لكن الان انا صار لي موسمين ابد ما اصرح انه انا لازم اكون ضمن كوادر المنتخب، لكن الان الاعلام هو بدا يضغط على الاتحاد في سبيل تسلم احدى المنتخبات الوطنيه. فانا اقول هو هذا نجاح عملنا، ويعني من خلال الفريق اللي بينا استاذ حسام، يعني انت شاهد
فريق بدون جماهير، فريق الجانب المادي مالته ضعيف يعني مو مثل قبل النفط، اضافه الى فريق يلعب بدون محترفين والفريق ده يحقق نتائج موسمين احنا وصيف وكنا لقب الى حصد لقب الدوري. هذا ما يجي بالشيء الهين نعم يجي عن نعم طريق نشوف هذا مو الموسم الاول انت نعم يعني انت تستحق الكثير نعم والكل تقول حسن احمد ما ماخذ حقه، انت يجب ان تكون على راس الهرم التدريبي لاحد المنتخبات الوطنيه وهذا استحقاقك وليس من اي طرف كان. شنو تعليقك على المنتخب الوطني ويعني كيف توصف قياده كاتانيتش ووجوده في قياده المنتخب؟ هل سيحقق ما تصبو له الجماهير؟ والله احنا نتمنى يعني نتمنى المنتخب يرجع الى سابق عهده ويقدم نتائج للمنتخب، لكن انا شو اشاهد يعني المنتخب يعني عمليه الاعداد ما تم متخبطه لحد الان يعني استقطاب لاعبين وابعاد لاعبين، هاي عمليه راح تكون ملازمه للعمل المدرب الاجنبي، فانا ما مطمئن على المنتخب ولو نتمنى احنا هذا منتخبنا لازم انه يكون جيد، لكن انت شاهد يعني الان برهن المدرب العراقي والمحلي انه من تعطيه فرصه، يعني احدى الصحف الفرنسيه ذكرت انه كرول من المدربين العالميين اللي هو هولندي الجنسيه وكان لاعب انت تعرفه مشهور يعني طبعا مشهود له بالملاعب، كيف الفكر العراقي والمحلي يعني وقف من كل الامكانات الموجوده والاسلحه الموجوده عنده قدر، فانا اقول خلي ثقتكم بالمدرب المحلي يعني حتى اذا ما نجح المدرب الاجنبي ممكن تستعينون باي مدرب محلي وتعطوه الثقه وتعطوه مثل ما وتوفروا له مثل ما توفرون للمدرب الاجنبي. نعم. انا اعتقد المدرب العراقي يبدع ويعمل ويعمل باخلاص. نعم وتعتقد انه المشاركه مجديه في هاي البطوله الرباعيه اللي راح تصير بالسعوديه يعني كفرصه بدقيقه؟ والله اكيد استاذ اكيد البطوله يعني راح تكون اعداد جيد، واضافه انت من تلعب مع فرق عالميه اكيد انت اللاعب راح ياخذ ثقه وياخذ معنويات، ممكن بعد من يلعب ويا اي نادي او اي فريق ممكن يحقق الافضل يعني، فانا اقول بيها جانب مردود مادي جيد وبيها يعني مردود مستوى فني جيد بالنسبه للاعبين ومنتخبنا الوطني، لكن لازم يعتمد على التشكيله اللي ممكن هو راح يلعب بها ببطوله اسيا يعني. نعم. مو يشارك بلاعبين ويجي يستبعد هاللاعبين ويبدي يستقطب لاعبين فما راح نستفاد من المباراه. نعم كابتن حسن في ختام هذا اللقاء اني اشكرك جزيل الشكر على حضورك برغم يعني تعب الرحله الطويله من تونس الى بغداد، اشكر حضورك هذا وتحياتي لك ولي الأستاذ أبو شوقي ولكل لاعبي فريق النفط والتهنئة أيضا لهم، ونتمنى لك إن شاء الله الموفقية وأن يتقدم فريقك أكثر في هذه البطولة وإن شاء الله التتويج باللقب ويوم نشوفك أيضا على رأس أحد المنتخبات الوطنية. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ حسام. شكرا. وقبل أن نودعكم أعزائي المشاهدين أترككم مع هذه الباقي من الأهداف الجميلة التي شهدتها ملاعب الكرة خلال الأيام الماضية آملين أن تنال رضاكم.
في الختام أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه الحلقة. لكم مني ومن أسرة البرنامج أجمل التحية. راسلونا على الإيميل الموجود أسفل الشاشة وعلى صفحة البرنامج في الفيسبوك، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.